صباح الخير عليكم يا البنات، وش راكم كامل؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حلقتنا لليوم خممت فيها بزاف، قلت خليني ندير لكم وصفة سهلة وفي نفس الوقت بنينة. تعرفوا الولاد يحبوا الجاج المشوي، يحبوه على طريقة المطاعم، وهكا قلت خليني ندير لكم الطريقة اللي أنا معتمدتها في الجاج المشوي وتشوفوه بطريقة سهلة بزاف بزاف. وتاني قلت خليني نخرجكم معايا اليوم المول خفيف وظريف، يعني وصغير موجود في الشارقة. استمتعنا بالأجواء اللي موجودة فيه وحبيت نمتعكم معايا. أروحوا معايا باش تشوفوا وكملوا الفيديو للآخر باش نشوفوا الوصفة تاعنا تاع اليوم والتحويسة اللي كانت فريمون هايلة. ما نطولش عليكم ونبداو بالوصفة نتاع الجاج المميزة. انا هنا هزيت عندي زوج دجاجات صغار تاع كيلو، حطيت فوقهم البن الرايب اللي هو الياوخت ناتور. هذا السر نتاع الاول نتاع الجاج المحشي المشوي بلوتو، وحطيت فوقه لاصوص اللي انا ديما نشريها اللي هي لاصوص تاع سرير ارشا صوص، ممكن انكم تستغناو عليها وتحطوا في بلاصتها الكاتشب. بيان سور الوصفه نتاع الدجاج تحب الثوم بزاف، انا راح نحط لكم الثوم بالنوعين، نحط لكم اول حاجه الثوم باودر ومن بعد نحط لكم الثوم الحب باش تكون عندكم هذيك اللمعه تاني ما بين الاحمر والاصفر. تحطوا شويه كركم وتحطوا شويه كاري. بيان سور البهارات والكميات انا راح نحطها لكم لتحت في صندوق الوصف، باه ما تقلقوش بالنسبه للحاجه هذه. تابعوا معايا الوصفه وتشوفوها فريمون سهله سهله. البهار الثاني اللي لازم تحطوه هي الكورياندر. الكورياندر ثاني مهمه بزاف بزاف لنجاح الوصفه نتاع الدجاج. شفتوني مع الاول حطيت الثوم باودر، دركا راح نحط لكم الثوم الحب. انا نحب نفصصه كيما هكا ونضغطه ونحطه في الجاج، ومن بعد نحطه في لي ساشي هادو اللي يتباعوا في كل بلاصه خاصين بالجاج ولا باللحم، تحطوهم لداخل. بصح ما تنساوش تفتحوا فتحه صغيره في الشكاره نتاعكم. وجد ثاني شويه بطاطا ويدجز، انتم شفتوها معايا في حلقه سابقه، راح نحط لكم رابط نتاع البطاطا هذه في تحت في صندوق الوصف. باللي اللي ما شافش الحلقه نتاع البطاطا الويدجز واللي هي تخرج فريمون بنينه. هذا هو الدجاج تاعنا تاع اليوم، هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، كانت فريمون سهله. تقدروا توجدوا المقادير قبل بنهار وكي تروحوا جوست تحطوا الدجاج تاعكم في الفور يطيب حتى والله ما يعني ما تتعبوا ما والو. وش هو يهز شويه وقت زياده، يعني اكثر من ساعه يتحط في الفور وتخرج معاكم دجاج محشي، دجاج مشوي. انا ما على باليش واش راني على المحشي، وقيلا لازم ندير لكم دجاج محشي، دجاج مشوي بطريقة المطاعم الهائلة. خلصنا الغداء الحمد لله رب العالمين، قلت خليني نروح لوحد المول اسمه مول 06 موجود في الشارقة. هذا مول جديد، مول صغير وجديد على طريقة المولات اللي موجودة في دبي، بالصح صغير صغير صغير، يعني صغير يعني تدخلي تلقاي محلات منه ومنه، تطلعي في الاسكليتر تلقاي محلات منه ومنه وتخرجي، وهذا هو المول. بصح الحاجة اللي كانت مميزة فيه انه فيه سلسلة محلات موجودة في دبي، دونك الناس اللي ساكنين في الشارقة ومهمش حابين ينزلوا لدبي ولا حاجة يجيوا لهذا المول يلقاو فيه المحلات الكبيرة اللي موجودة في دبي، دونك شغل اختصر المسافة وباش الناس ما تروحش لدبي على جال محل واحد.
الإطلالة تاعو كانت مليحة، الديزاين تاعو كان مليح، كان يعتمد بزاف على لي سورفاس اللي برا حطوا فيهم الماء ولا ميوزيك وحوايج بزاف. تاني اللي لاحظته في المول هذا انه موجوده ردها كامله خاصه بالسينما، هذه تاني مميزه في هذا المول. خرجنا من المول هذا بعد ما درت دوره يعني فيه وشفت بيان سور هذو المحلات اليابانيه اللي تاع مينوسو اللي موجودين في تقريبا في كل المولات اللي موجوده في الامارات. هبطنا من المول وقلت خليني نخرج برا ونقعد في قعدة يعني هادية، الواحد يشرب حاجة ولا يأكل حاجة خفيفة برك باش يعني ينحي على باله ويوسع على خاطره. الجو برا كان فريمون هايل هايل هايل، صح رانا في لو موا دو فيفريي، بصح الوقت هذا ما كانش فريمون بارد بزاف ولا سخون، يعني كان الحال مليح، بصح في الليل يبرد شوية. دونك قعدنا برا في هذا الكافيه، دينا حاجة خفيفة فيها آيس كريم وان بوتي كافيه هكا غير باش الواحد يقعد وينحي على خاطره. بيان سور هذا المحل تاع غوديفا مشهور بالشوكولا اللي عنده، دونك انا بريفيري نديو لا سبيسياليتي اللي موجودة عندهم اللي هي شوكولا تاع غوديفا. اللي كان فريمون مميز الفرقة هذه اللي كانت تغني برا، انا متوقعة انها تكون فرقة جزائرية باسكو من اللهجة نتاعهم ماهمش توانسة، انا متأكدة انهم جزائريين، كانوا يغنيو يعني اغاني فريمون قديمة وباهية، خلاتنا فريمون نستمتعوا بالاجواء اللي موجودة في هذا المول. هذه هي تحويستنا لليوم وهذا هو البلوغ تاعنا تاع اليوم، كان قصير وخفيف، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم ونشوفوكم ان شاء الله في الفلوقات الجايين، وبقوا على خير.